من الرحيل، في مشاكل على مستوى الإدارة نفسها، تمام. خليني كل بس دي اقطعك معلش اتفضل. ثانية واحدة، دي لقطات حية الآن من تدريب النادي الأهلي الأول في زيمبابوي حاليا، ده مباشر كده واحنا عايشين معاهم اهو لحظة بلحظة وهم بيتمرنوا دلوقتي. يعني هيبقى معانا يعني ايه 5 دقايق مثلا من التمرين طبقا للتعليمات الجهاز هل الفني ده هتشوفوا كل الملعب اللي حاجة. هيستضيف المباراة؟ لا المعلومات ان ده الملعب مش هيستضيف المباراة، يعني معلومات في اللي جاي لنا لحد ده دلوقتي ملعب تدريب؟ ملعب تدريب عادي، اه طبعا. فهنتأكد برضو من فاروق صلاح زميلنا، لكن ده مش الملعب يعني اللي احنا في. المهم المهم يعني ان تدريبات لكن في مهمة امطار، في امطار، وفي امطار، واضح في طبعا امطار اهي طبعا واضح جدا، واضحة. ممكن تأثر على الماتش ولا انت شايف ايه؟ طبيعة النادي الأهلي مش مواخد على اللعب في أمطار، فأكيد هتأثر أكيد، يعني خصوصا كمان يعني التعامل مع الكرات، وخصوصا حارس المرمى هيبقى دي عنده مشكلة فيها برضو، فدي كلها هتحتاج تدريب خلال الفترة دي لحد بداية المباراة. طبعا هيبقى مؤثرة أكيد، يعني ما فيش كلام. طيب كنا بنتكلم على المنافسة وقلت لي ان الهلال هو الاقرب ان هو ممكن يصعد مع النادي الاهلي باذن الله تعالى، يكون الاهلي ان شاء احد الله باذن الله، ان شاء الله. الفرق اللي تصعد باذن الله للادوار القادمه. هل تولي الكابتن حماده صدقي هو ده اللي هيدي الافضليه للهلال، ولا ظروف المباريات ان في ماتش كمان على ملعبه، الماتش بتاع النجم الساحلي وبعد كده ماتش الاهلي كمان على ملعبه وماتش بلاتينيوم يعتبر سهل، لو الاهلي باذن الله فاز على بلاتينيوم فخلاص بلاتينيوم كده بره فهيبقى بره. سهل بالنسبه للهلال. لا هو في عناصر كتيره بالنسبه للنادي الهلال، يعني هي مش اساس بالنسبه لهم. طبعا الكابتن حماده طبعا على المستوى التدريبي انا بشوف ان هو ما خدش حقه داخل مصر بالشكل الامثل يعني، لكن هو على المستوى التدريبي والتعامل مع اللاعبين والتعامل النفسي، اعتقد ان هو مدرب كويس جيد جدا، وتعامل ومدرب يعني ينتظره مستقبل جيد مع الفرق الكبيره سواء على المستوى الانديه او مستوى المنتخبات، لكن مش هو العنصر الاساسي الكابتن حماده. لا في عناصر اخرى موجوده في نادي الهلال، الفرقه نفسها فرقه جماعيه بتلعب بشكل جماعي، اللي في الظروف المحيطه زي ما قلت مع نادي الهلال اعتقد افضل بكتير جدا من نادي النجم الساحلي. وفي النهايه برضو المباريات هي اللي بيبقى كل حاجه ليها ظروفها، واحنا يهمنا في الاساس طبعا النادي الاهلي هو اللي يصعد يعني. طيب نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، بتشوف ان النادي الاهلي عنده المقومات الكافيه باذن الله لحصد اللقب مش بس للتاهل؟ طبعا ده هيترتب عليه الدور اللي جاي، يعني احنا هنشوف الدور اللي جاي هيحصل ايه، يعني مش هينفع ان احنا نسبق الاحداث. ودايما في النادي الاهلي لما بنيجي نتكلم معاهم بخصوص الحاجات دي يقولوا ان احنا بناخد خطوه طبعا خطوه ده حقيقي. خطوه يعني، صح. فاعتقد ان الخطوه احنا الاهم، نحاول بس نقرا المشهد كده من بدري نحاول. لا لا تمام، هو الخطوه بس الخطوه اللي هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هو طبعا التاهل للدور الاهم يعني. طيب خليني اكد ان مش ده طبعا الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي وبلاتينيوم، ده ملعب تدريب بس بالنسبه للفريق. هو واضح ان هو استاد يعني فيه مدرجات وكلام من ده، لكن الملعب ده اللي هيستضيف تدريبات اليوم وتدريبات الغد باذن الله. ملعب المباراه هيستضيف تدريبات يوم الجمعه واللي هي المران الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي قبل 24 ساعه كامله من المواجهه المرتقبه يوم السبت باذن الله تعالى. المران الاخير هيكون في تمام الساعه 3 عصرا، وهو نفس ميعاد مباراه الاهلي وبلاتينيوم يوم السبت باذن الله تعالى. الاهم ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. طيب المعطيات اللي ممكن نقدر ناخدها معطيات ايجابيه من خلال الفتره اللي فاتت او منافسات الاهلي في سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او المباريات الاخيره في بطوله الدوري، نقدر ناخد ايه المعطيات من وجهه نظرك اللي باذن الله ممكن يستند عليها مستر فايلر في المباراه الموجوده امام بلاتين؟ اهم شيء المعطيات يعني من ضمن العناصر المهمه عند النادي الاهلي هو عنصر الثقه، الثقه طبعا كويس. عنصر الثقه عند والروح الاهلي المعنويه مرتفعه. ده مهم جدا طبعا، ده موجود حاليا. النادي الاهلي حقق نتائج على مستوى هايل طبعا، يعني ما اتحققتش بقى لها فتره كبيره جدا في الدوري ممتاز، ويمكن دي هي دي الخطوه الاولانيه في موضوع الثقه. طبعا العناصر الجاهزه اللي موجوده عند مستر فايلر اعتقد دي برضو يعني عنصر مهم وعنصر ايجابي جدا. كويس. طبعا عنده اشكاليه في 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 موضوع خط الدفاع برضو بعد اصابه سعد سمير. خليني بس اوضح حاجه سريعه برضو مهمه جدا، ان الملعب ده في مدينه هراري مش في المدينه اللي هتستضيف المباراه، الاهلي لسه هيسافر بالطياره بعد بكره بطياره مده 45 دقيقه 600 كيلو للمدينه اللي هيكون فيها الملعب اللي هيستضيف هذه دي المباراه. المدينه اللي طبعا اللي فيها المطار دي اكيد. دي مدينه هراري واللي بتبعد اللي هي العاصمه يعني اللي بتبعد 600 كيلو عن المدينه الاخرى هتستضيف المباراه. الملعب ده اسمه ملعب بابا فيلز اللي بيستضيف تدريبات النادي الاهلي. اتفضل.
هو طبعا يعني موضوع شاق جدا افريقيا جداً افريقيا طبعا موضوع شاق جدا وبقى فيها صعوبه. فطبعا ان شاء الله ربنا يعني يوفق باذن الله لعيبه النادي الاهلي ويقدروا ان هم يعني يتخطوا المباراه باذن الله بثلاث نقط. نرجع للمعطيات، لا المعطيات فيها معطيات ايجابيه كتيره، في معطيات سلبيه عند الجهاز الفني اعتقد ان شاء الله هيتغلب عليها. فايدر يعني مدرب هادي جدا، ميزه طبعا يعني ميزه هايله عكس مدربين سابقين في النادي الاهلي كان بيتسموا دايما بالعصبيه وبيتسموا دايما بالعنف في التعامل. اعتقد يعني هدوءه وبساطته في التعامل مع اللاعبين سر كبير جدا في التقارب اللي حصل في وقت قريب قوي ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين. يعني زي ما كنت بقول الاشكاليه اللي في خط الدفاع اعتقد دي برضو حتى يعني هيحاول يتغلب عليها. انت شايف الاهلي عنده اشكاليه في خط الدفاع؟ يعني اصابه سعد سمير اعتقد ان هي بس سعد سمير اصلا ما كانش بيلعب لانه كان مصاب قبل كده يعني ما هو يعني على المستوى اللاعبين رامي ربيعه اوقات بيروح ويجي وفي اصابات بتحصل له بس هو جاهز دلوقتي حاليا جاهز. يعني انا بتكلم بخصوص المباراه اللي جايه فاهم قصدي يعني جاهزيه موجود رامي ربيعه موجود محمود متولي موجود ياسر ابراهيم موجود ايمن اشرف ادي اربعه ممكن احمد فتحي كمان ياسر ابراهيم بعيد شويه يعني ياسر ابراهيم اوكي لا انا بتكلم كخيارات بالنسبه يعني للجهاز الفني هو ما هي اللي يعني حسب ما معلوم يعني بالنسبه للمستر فايلر ان هو لسه ما استقرش على موضوع ياسر ابراهيم ان هو يعني يديله او يقتنع بان هو طب لو بخلاف ياسر اساسيا يعني لو بخلاف ياسر هو ما فيش غير ايمن اشرف رجله في الملعب ورامي ربيعه رجله في الملعب ومحمود متولي ابتدت رجله تبقى في الملعب فبالتالي يعني شايف ان في ازمه قوي في المكان تحسبا لاي ظرف يعني زي ما حصل لسعد سمير تحسبا لاي ظرف يحصل هيبقى فيه اشكاليه. حاليا طبعا هو عنده اثنين موجودين حتى لو عندك لعيب زي احمد فتحي لعب في المكان ده في ماتش الهلال مثلا لعيب زي محمد هاني لعب في المكان ده برده كتير مش مركزه الاساسي يعني هو مش بس هاني لعب موسم كامل تقريبا مع كابتن حسام بدري على ما اتذكر مش موسم لا كامل ولا حاجه هي بعض المباريات يعني بعض المباريات يعني لكن هو مش مركزه الاساسي فاللي هو اللعيب اللي بيبقى مش مركزه الاساسي بيبقى اما يلعب في مركز ثاني بيحس ان هو غريب شويه متفق معاك تماما طبعا لكن هو انا بعتبر ان ومتهيألي يعني اعتقد ان النادي الاهلي هو يعني ليه عنده مسؤولين بيتابعوا الكوره كويس ولجنه التخطيط اظن ان الصفقه الاهم بالنسبه في يناير هي مدافع مش مهاجم حالق في الفتره الحاليه يعني لكن طبعا هم ادرى وهم اللي شايفين يعني هم اللي شايفين طبعا اكتر مننا وربما تكون الخطط تغيرت احنا مش عارفين يعني ممكن لكن الخطط تتغير خصوصا بعد اصابه سعد سمير على الكلام على المستوى الفريق انا بشوف ان المدافع افضل يعني اكتر احتياجا في الفتره الحاليه ياسر ابراهيم طبعا مدافع انا بشوفه انه كويس جدا بصراحه ولكن ما لحد دلوقتي ما مستر فايلر ما دفعش بيه او ما ادالوش الفرصه فاظن يعني ان شاء الله يعني يتغلب عليه النادي الاهلي الفتره الجايه موضوع الدفاع. المنتظر من النادي الاهلي في مباراه بلاتينيوم هل الفوز طبعا مهم يعني فوز ده اكيد امر نتمناه كلنا لكن بتشوف مدى صعوبه تحقيق الفوز هناك في البلاتينيوم وايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ لو انا الظروف ما ساعدتنيش ان انا اكسب هيبقى ايه المطلوب منه هو او التعامل مع المباراه يكون ازاي من وجهه نظرك؟ هو المفترض طبعا ان الجهاز الفني واللعيبه يعني درسوا اكيد البلاتينيوم كويس وشافوا قد ايه هو النقط الضعف والقوه عنده وبالتالي مهم جدا ان هيحصل نوع من الضغط وده اهم من برده يعني لسه كنا بنتكلم على المميزات بتاعت فايلر اللي حصلت مع النادي الاهلي اهم ميزه عملها فايلر مع النادي الاهلي موضوع الضغط البريس على اللاعبين على الخصم ده طبعا ما كانش موجود فتره طويله قوي من ايام يعني تقريبا اخر حاجه اعتقد مستر مانو جوزيه كان هو افضل مدرب بيعمل نوع من وكنا بنشوفها في التدريبات فدي يمكن من احد المميزات المهمه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي حاليا ان بيحصل نوع من الضغط الشديد جدا على المنافس بيحصل نوع من الاخطاء عند المنافس ويمكن حصلت في اهداف كثيره يعني لكن على المستوى الهدف هو الهدف هو الفوز طبعا هو ده الاساس وبعيدا عن الاداء يعني يمكن برضو الناس هتطلب موضوع الاداء